انك اليوم قدام الجمهور قدام المغاربه اللي كيشوفونا تلعبي دور وتخرجي من داك هاد لا فيمينيتي ديالك تخرجي منها وتحطيها هنايا وتلعبي لي الدور ديال الدري نعطيك الموستاش واللحيه والجاكيطه كتهضرني ديرها ولا ما ديرهاش دابا دابا شو قلك الحاج يلا يو يو السلام عليكم فين اخويا رشيد السلام عليكم صافا لاباس عليك صافا اخويا رشيد الله يحفظك بارك الله فيك وتصريع دابا صافي بارك عندك الهضره بغيتك تعرفيني براسك تعرفني براسك صافا اش نقول لك اخويا سميتي ابراهيم ابراهيم ما نجيش معاك اخويا نهائي ما عندكش معايا نهائي لا اخويا اش كدير في الحياه ابراهيم الدار وتشمكير ومره كنتفرج بديك رشيد شو كتفرج الصباحيات اخويا ديك الدريات فهمتي كيبقى يحرقوا لي راسي في الصباح وداك الشيء ما كتجيك ديك ليله حتى وي بصراحه بيني وبين طفي على العياقه هذيك طريه كي تجيك الشكل ديالها سطا با مال فهمتي لا بيناتنا بيناتنا وا بوكوزا وصافي شكون الزوينه فيهم في البنات ديال الصباحيات واخويا ما كنتفرجش فيهم الصراحه صافي قلبتي الفيستا اخر شيء قبل ما نساليو معاك الحوار اخ ابراهيم شي ديسك ديال الراي انا عارفك عندك مال الراي سامحيني الحنان ليلى عتيوي ابو